انت قلت حاجه؟ لا يا فندم. ايه الصوت ده؟ ده جاي من حجز حريم يا فندم. افتح. مين فيكم اللي كان بيتغني؟ انا باشا. كملي. اول لا 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 حته السيسبان. السيسبان اشتكى الورد قال ده مين يا لالا اللي ده العنب افتحوا ده العاشق المسكين يا لالا اللي. اسمك ايه؟ رباب. اهلا يا رباب. اهلا بيك يا باشا. مين دي يا مدحت؟ دي واحده جايه في التحريات وتمشي بكره الصبح ان شاء الله. لا ما تمشيش يا مدحت. ما تمشيش ازاي؟ ما اعرفش يا مدحت اتصرف ما تدخلنيش في تفاصيل. احسنت يا رباب. تشكر يا باشا. تجديد 4 ايام. منورانا يا رباب. اقفل يا ابني. انا فخور بيك يا بيرم. بس خد بالك دي البدايه. الشطاره بقى يا ناصح ازاي تعرف تدير مشروعك وتحافظ عليه. بس انا عندي مشكله دلوقتي يا دكتور ان الولد ده لو اتكلم ممكن الناس تهرش انه عصفور، خصوصا انه ليه طريقه كلام حقيره جدا، طريقه مميزه، غير ان هو قلدك في كلين في السين. اه طب اقول لك، جربت معاه حمض الدوريمي واضفت له كمان السولا سي دو بس جاب نتيجه عكسيه. انا مش فارق معايا دلوقتي ان صوته يتغير، المهم بالنسبه لي اني اخفي اللدغه. لدغه السين السولا سي. اه العبها تكنولوجيا. قصدك عن طريق المسح الحنجري المبولي؟ بالظبط، العبها تكنولوجيا وادمجها بالبدله بحيث ان اللدغه تروح له بس وهو لابس البدله. يا حبيبي اتفضل يا صريح بيه اتفضل. شفت بيحبك قد ايه؟ شفت جايب لك الشوكولاته اللون اللي بتحبه، ذهبي في احمر. ايه يا بيرو يا حبيبي يا قمر يا منور، كل حاجه حلوه. الف حمد لله على السلامه عليك. ازيك يا بيرو؟ رد على عمو كويس يا حبيبي. هروح اعمل لكم حاجه تشربوها. اتفضل يا طنط. ايه يا بهرم؟ ما بتردش عليا في التليفونات ليه؟ معلش يا انكل انا كنت تعبان شويه من اللي حصل لي النهارده. كده برضه تخضنا عليك؟ لا 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 معقوله؟ اما الافزاز والعبقره اللي زيك يموتوا نفسهم هيفضل مين للبلد دي؟ عز الدين عتائي والحرامية اللي زيه؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ كان ايه اللي حصل لده كله؟ كان عندي أزمة نفسية عشان اللي فاطمة عملته. فاطمة؟ منطق؟ أمك دي قمر ومنورة بكل حاجة حلوة. أمك؟ أمك دي أشرف ست في الدنيا. ده أنا شخصياً ياما حاولت معاها بعد ما أبوك مات على طول وهي رفضت تماماً. حاولت إيه معاها؟ ها؟ حاولت ايه معاها؟ حاولت اجوزها، جبت لها عرسان كتير قوي لكن هي رفضت. عارف رفضت ليه؟ عشانك انت واخوك ابنودي. انت ايه مخك راح لفين بالظبط؟ لا مش حلوه منك دي، الظاهر ان هوا البرج خطف برج من دماغك. الظاهر. على العموم يا انكل انا بشكرك على مجيتك النهارده. لا معلش، انت هتيجي تشكرني بالليل على الهوا. على الهوا ازاي يعني؟ هتطلع معايا في البرنامج بتاعي، البرنامج الشهير الجميل الفيل عالضر فيل. فيل ايه وضر فيل ايه؟ مش هطلع انا في برامج. انا اعلنت خلاص ان انت هتطلع معايا في البرنامج. الناس عايزين يسمعوا منك يعرفوا ايه اللي انت شفته بالظبط. اعمل معروف يا بيرم يا ابني، ده في اعلانات محجوزه بالشيء الفلاني على قفا الحلقه دي. اعلانات؟ قلت لي بقى في اعلانات. لا احس كده بقى انا مش هينفع اصغرك. ماشي بس انت كمان ما تصغرنيش، انا هطلع معاك بس هحتاج مواصلاتي. ايه شغل النقاشين ده؟ لا مش حلوه منك دي. بس ماشي يا سيدي ماشي. انا هكتب لك شيك ب5000 جنيه. حلو 5000 جنيه؟ حلو قوي. اهو على بركه الله. 5000 جنيه مصري فقط لا غير.
ليه حامله؟ مش انت حامله؟ حامله. صريح فيه. اتفضل يا حامله. لا يا حامله. ثانية واحدة. ركز معايا. ايه ده؟ في ازاز من نصين كده. النص التاني تاخده بعد الحلقة إن شاء الله. وده يتصرف كده؟ أنت صرفت شيكات قبل كده؟ عمري. طيب هيتلحم وتصرف حياتي خالص. بعد ما طرت فوق اتذكرت جملة سمعتها قبل كده من الفنان عادل إمام في فيلم طيور الظلام، اللي يشوف البلد دي من فوق غير اللي يشوفها لا مؤاخذة من تحت. الناس كلهم مستقلين بيا، مع إن أنا في ثانية لو اعترفت إن أنا الرجل العنابي هيحملوني فوق الأعناق ويهللولي كمان. دنيا حظوظ، مش قادر أحط إيدي على البال في دنيا. عصام كريكة اللي يقعد كده بورقة وقلم ويتعلم مني الغنى نجم نجم، وأنا يا دوبك رقاص وراه. بس كل ده مش مهم خالص. أنا الشخص الوحيد اللي يهمني إنه يعرف هو سلمى. سلمى وبس. بيت شبيك لبيك رجل العنابي بين ايديك. خدني اي مكان نبقى لوحدنا فيه. انا شقتي فاضيه، ما تيجي ونجيب مليجي. لما يا ابدا ما لب. انا اسف قبل سلمى، كنت مفكرك كاثره. طب يلا قولي هتاخدني على فين. رجل خارق زيك يقدر يروح اي حته في العالم، اشمعنى هنا؟ هتصدقيني يا ابله سلمى لو قلتلك ان الرجل العناب ما بيرتاحش الا هنا في اسكندريه. بجد؟ بجد يا ابله سلمى. كوبايه شاي على كوبري ستانلس او حتى هنا في المتنزه ابرك 100 مره من 100 عصير برتقال في برج ايفل، شورت فوسفوري علي مراكب من شارع خالد بن الوليد، ابرك 100 مره من 100 بنطلون من شارع الشامبليزيه. انت كبرت قوي في نظري يا النابي. وبالمناسبة السعيدة دي انا كنت عايز اغني لك غني. غني يا النابي. انا هقول حاجة للاستاذ احمد زكي من فيلم الاستاذ حليم. الله، انا بحب قوي اغاني احمد زكي. طب اسمعي. والناس بيلوموني وعامل يا سلمى، عايزين يحرموني منك ليه يا سلمى. الله، صوتك حلو قوي. انت عارف صوتك بيفكرني بواحد اعرفه كويس قوي.